خلينا الأول بس، الرابطة نزلت دلوقتي بيان فيما يخص تسليم درع الدوري العام. الحقيقة قررت، ده بيان رابطة الأندية المحترفة والأهلي يتفقان على تسليم الدرع عقب مباراة الحرس. قرر رابطة الأندية المحترفة تسليم درع الدوري إلى فريق النادي الأهلي الحائز على البطولة، وذلك عقب أحداث مباراته مع حرس الحدود المقرر إقامتها يوم الأحد 19/7/2023 باستاد القاهرة الدولي. جاء هذا القرار في ضوء الاتصالات التي أجراها النائب أحمد دياب رئيس الرابطة مع الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي للتنسيق حول الموعد المناسب لاستلام الدرع. وآثر الكابتن محمود الخطيب الاستناد إلى رؤية الجهاز الفني أولا في هذا الشأن، والذي طلب استلام الدرع في الموعد المشار إليه. في الختام تتمنى رابطة الأندية المصرية المحترفة التوفيق للجميع. مرة تانية ده بيان صادر من رابطة الأندية المحترفة، وواضح أن نص البيان يعني واضح في عنوانه أن الرابطة و الأهلي بيتفقان على تسليم درع عقب مباراة الحرس. وطبعا ده بعد مكالمة ما بين النائب أحمد دياب مع الكابتن محمود الخطيب، وكانت المكالمة دي للتنسيق. وكابتن خطيب آثر الاستناد إلى أو يعني حب الاستناد إلى رؤية الجهاز الفني في هذا الشأن، والذي طلب استلام الدرع في الموعد المشار إليه. إذن اختار الجهاز الفني للنادي الأهلي أن يكون استلام الدرع يوم الأحد القادم. تمام، طالما هناك اتفاق ما بين النادي الأهلي وما بين رابطة الأندية من خلال طلب من الجهاز الفني، أعتقد إذن الأمور منتهية. وإحنا كجمهور في النهاية هنعمل إيه؟ هنقف أي حاجة وهنحتفل إن شاء الله. يعني احنا طبعا هنحتفل، احنا او احنا بنحتفل اوريدي، ولكن ان شاء الله يوم الحد القادم الاحتفال يبقى احسن حاجه في الدنيا ان شاء الله.